دفع كونراد موري طبيب مايكل جاكسون ببراءته من تهمة القتل الخطأ لنجم موسيقى البوب الأمريكي، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة. وقد سلم الطبيب المتهم وثائق سفره إلى المحكمة قبل أن يمثل أمامها مرة أخرى في 5 أبريل نيسان المقبل، وفي حال إدانته سيواجه حكما بالسجن لأربع سنوات. خارج قاعة المحكمة في لوس أنجلوس، واجه الدكتور كونراد موري الهتافات المعادية له من قبل عشاق نجم البوب الأمريكي مايكل جاكسون. وداخل المحكمة مثل دكتور موري أمام القاضي دافعا ببراءته من التسبب في مقتل مطرب البوب، بينما كان أفراد عائلة جاكسون بين الحضور. قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس قرر الإفراج عن طبيب مايكل جاكسون الخاص بكفالة بلغت $75,000، بينما كان الادعاء يطالب ب$300,000. كما أصدر القاضي حكما بمنع دكتور موري من ممارسة المهنة. موري كان محور اهتمام الشرطة الأمريكية منذ وفاة مايكل جاكسون في 25 يونيو من العام الماضي، وقد اعترف كما ورد في مذكرات الشرطة بأنه أعطى جاكسون جرعة من مخدر بروبوفول لمساعدته على النوم. كما أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت على نجم البوب أنه توفي نتيجة جرعة زائدة من المهدئات. إسلام محي الدين، BBC.